اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام شهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: ويجوز تخصيص السنة بالكتاب. يجوز يعني يصح أن يخصص الكتاب السنة، يعني أن السنة عامة والكتاب خاص، فيجوز للكتاب الخاص أن يخصص السنة العامة، ولا مانع من ذلك. وقد وجد من ذلك أمثلة، قال: وكتخصيص حديث الصحيحين البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني صلاة كل شخص بدون وضوء صلاة غير مقبولة. والقبول تارة يراد به الإجزاء، وتارة يراد به الثواب. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هنا القبول محمول على الإجزاء، يعني لا إجزاء لصلاة أحدكم سواء كان بعذر أو بغير عذر إذا أحدث فصلى ولم يتوضأ، فهذه الصلاة غير مجزئة. وليس المراد نفي الثواب لوجود الإجماع والأدلة الدالة على أن المراد من نفي القبول هنا نفي الإجزاء. لا يقبل الله يعني لا تجزئ هذه الصلاة، لا يقبلها الله معناه أنها غير مجزئة، حيث إنها لو فعلت لما رفعت التكليف الذي في رقبة المكلف، ولما خرج المكلف من عهدة التكليف. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهمنا هذا النص النبوي الذي عمم نفي الإجزاء لكل صلاة سواء صليت بغير وضوء في حالة الضرورة أو في غير حالة الضرورة، فالحديث يقول بأنها غير مقبولة وغير مجزئة. لكن القرآن قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. القرآن دل على جواز وصحة الصلاة بالتيمم. أخذنا هذه الدلالة التي تدل على جواز وصحة الصلاة بالتيمم، وخصصنا بها عموم الحديث الذي منع الصلاة بتيمم وبغير تيمم، وقلنا إن المراد بالحديث
لا تجزئ أو لا يقبل الله صلاة أحدكم حيث كانت بغير عذر، حيث كانت بغير عذر. وكان هذا أو كان هذا هذه الآية مخصصة ومخرجة لهذا الفرد من عموم الحديث، فالحديث لا يراد به حالة الضرورة، لأن الآية أخرجت حالة الضرورة عن شمول الحديث لها. قال وإن كنتم مرضى، الآية الآية أو الآية فيها إعرابان، الأول الآية يعني اقرأ الآية إلى آخرها، الآية هذه الآية إلى آخرها. وإن وردت السنة بالتيمم أي يجوز، يعني إن وردت السنة بجواز التيمم. قال حتى وإن وردت السنة بعد الآية بجواز التيمم فلا يمنع ذلك من أن يكون القرآن مخصصا لعموم السنة، لأن الآية التي جاءت وجوز لأن السنة التي جاءت وجوزت لا تمنع من أن يكون الكتاب مخصصا. ليه؟ لأن الكتاب هيخصص العام، طب السنة هتأتي أيضا لتقرير هذا التخصيص، ولا مانع من ذلك أن يتوارد دليلان على مدلول واحد، فتتوارد الآية للتخصيص وتأتي السنة مؤكدة لذلك، ولا مانع من هذا. وإن وردت السنة بالتيمم أي كما وردت الآية، لأن ورود السنة بعد الآية لا يمنع من تخصيص الآية المتقدم نزولها على السنة، لأن الآية تقدمت في النزول على السنة التي جاءت بجواز التيمم، فتكون الآية على حسب النزول جاءت مخصصة للحديث، ثم بعد ذلك جاءت السنة مقررة لما قامت به الآية من التخصيص، ولا مانع من هذا. بعد نزول الآية وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. طيب، وتخصيص خبر ابن ماجة، فهمنا الأول أم لا؟ فهمنا ولا لا؟ السنة وردت عامة والآية وردت خاصة، فالآية خصصت السنة. امسك كده ورقة واكتب الحديث، وبعد الحديث اعمل سهمين، سهم بيقول لا يصح الوضوء الصلاة لا تصح الصلاة بغير وضوء في غير حالة العذر، هذا ما فهم من الحديث. والناحية الثانية لا تصح الصلاة بغير الوضوء في غير حالة العذر، لأن الحديث يدل بعمومه على هاتين الصورتين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فاهمين منها يا مشايخ؟ فاهمين ايه من الحديث؟ لا يقبل، ده ربنا نفى القبول. وايه معنى نفي القبول؟ قلنا القبول يأتي بأمرين، الأمر الأول معناه نفي الثواب، يقول لك لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ماشي؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صح؟ يبقى ده ما مش محمول على الثواب، لا ده محمول على نفي الإجزاء. من ذهب إلى مثلا عراف فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40
ليلة. مش معنى ذلك أن الصلاة غير مجزئة، لا، لن تقبل له صلاة، يعني أنه لا يثاب على صلاته لمدة 40 ليلة، مع كون الصلاة صحيحة ومع كون الصلاة مجزئة ومع كون الصلاة قد رفعت الصلاة الواجبة في ذمته، بحيث إنه لا يجب عليه أن يعيدها مرة ثانية. أيما أحد ذهب إلى عراف لم تقبل له صلاة 40 ليلة، طب هو نفى القبول. خلي بالك إن نفي القبول العلماء قالوا يأتي لهذين المعنيين. طيب، ما الذي يعين هذا ويعين هذا؟ يعني ما الذي يجعل هذا في بعض المواطن لنفي الثواب ويجعل القبول في بعض المواطن لنفي الإجزاء؟ الدليل الخارجي، لأن الإجماع قام على أن الوضوء شرط للصلاة، وأن طبيعة الشرط إذا انعدم انعدم المشروط، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، اللي بيغل من الغنيمة، يبقى لا يقبل بمعنى لا تجزئ. طب مش لماذا لا تكون بمعنى يعني ثوابها قليل؟ قلنا له لا، لأن الإجماع هو الذي أرشدنا إلى أن نفي القبول هنا محمول على الإجزاء وليس محمولا على نفي الثواب. طب وهناك يعني أيما رجل أيما شخص ذهب إلى عراف فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ما الذي جعل الصلاة هنا يعني عدم القبول منصب على الثواب؟ قلنا له أيضا الإجماع، لأنه صلى صلاة مشتملة على الأركان والشروط، غير أنه ذهب إلى عراف هذا أمر آخر. طيب، يبقى الحديث فهمنا منه إيه؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني بعد الحدث حتى يتوضأ، عين أنه لا بد من الوضوء لكل صلاة، سواء كان هناك عذر أو لم يكن هناك عذر. لكن الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية بنصها وفصها أجازت لنا أن نصلي بغير وضوء لكن بتيمم. بعض العلماء بيقول لك إن حتى يتوضأ يعني حتى يتطهر، فشمل التطهر بالماء أو التطهر بالتراب، لكن ده خلاف الظاهر، لأن الظاهر بيقول يتوضأ. طيب، يبقى الآية عملت إيه؟ يبقى الآية خصصت الخبر، لأن الآية مجيزة للصلاة بغير وضوء عند الضرورة وعند العذر، والحديث لا يجيزها. بتعمل إيه بقى الآية؟ الآية بتخرج هذا الفرض الذي اشتمل عليه الحديث عن إرادة الحكم، ويصبح الحديث بعد تخصيص الآية له المراد به لا يقبل الله صلاة أحدكم حيث لم يكن معذورا. إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى خصصت ولا ما خصصتش؟ خصاص، لأن التخصيص معناه إيه؟ معنى قصر العام على بعض أفراده، والمخصص قد قصر الحديث على بعض أفراده. لدينا نموذج آخر من التخصيص، وهو تخصيص خبر ابن ماجة، ابن ماجة أو ابن ماجة، قال وغيره ما أبينا يعني قطع وفصل، وبنا يعني إيه؟ يعني قطعناه، يعني فصلناه،
ما أبين من حي، حي دي لبيان الجنس، يعني ما قطع وفصل من جنس حي فهو ميت أو ميت، ميت أو ميت بالتشديد والتخفيف. ما أبينا، ما لفظ من ألفاظ العموم، يعني كل المبان من الحيوان الحي فهو ميتة، يعني محكوم عليه بحكم الميتة، يعني إيه؟ يعني نجس، والنجس لا يستعمل. طيب هات لنا بقى صور، احنا مع الحديث، تأملوا الله يكرمكم. قال: ما أبينا من حي فهو ميت أو ميت. طيب ما فين العموم؟ احنا ماشيين كده نفهم النص فين ونستطيع ان احنا نطبق عليه القواعد. ما يبقى كل المبان، كل المفصول من الحي، يعني من الحيوان الحي، فهو ميت، يعني هو محكوم عليه بالموت. يعني ايه محكوم عليه بالموت؟ يعني يأخذ حكم الميتة. وما هو حكم الميتة؟ واحدة واحدة عشان نفهم مع بعض، شكلنا كده هنعمل لكم درس لفهم النصوص، نمسك النصوص كده ونبدأ ان احنا نشرحها ونستنبط منها، بس ده بعد ايه؟ لما نكون شربنا المادة اللي في ايدينا دي. يعني محكوم عليه بحكم الميتة، وما هو حكم الميتة؟ يبقى نجس. على هذا إذا أتينا بخروف وجززنا صوفه في حال حياته، فمعنى هذا الحديث أنه ميت، ميت يعني نجس. إيه ده؟ يعني كده لن نستطيع أن ننتفع بصوف من خروف. دع الحديث. طب الريش النعام، نأخذ الريش النعام من النعام، طب ده يبقى ميت لأن احنا أخذناها من حياتي، يبقى لن نستطيع أن احنا نجلس على ريش نعام. ايه ده؟ ده مشكلة. طب ده شعرنا الآدمية اهو، بس لا، ميتة الآدمية طاهرة، ده احنا عندنا وجه كمان ان ميتة الآدمية نجسة تطهر بالغسل، بس ده وجه ضعيف، بلاش الآدمية، خرج الآدمية يا مولانا، مش عايزين نخش في موضوع الآدمية. طب ده الجمل، الوابر بتاع الجمل وشعره ده اللي احنا ممكن ناخده وندخله في الأقمشة، على هذا الحديث ده مشكلة. يقول أيضا بأنه نجس. انظر إلى كل هذه الصور. أو إن احنا لو أخذنا يد حيوان وقطعناه في حال الحياة والحيوان عاش، كعندي خروف مثلا، الخروف ده سرق فقطعت إيده، طب اليد الذي قطعت من الخروف هذا على سبيل المزحة يعني، ما حكمها؟ ده أبينت من المي الحي، وما أبين من الحي فهو إيه؟ فهو ميت. يبقى ده معناه يا مشايخ، يبقى ده معناه إنه هو كذلك ناجس، يعني مكلوش. لا مكلوش. طب هو الحديث، نأتي إلى السؤال الثاني، أما زال الحديث على عمومه أم تغير فيه شيء؟ قالوا لا، الحديث خصص بآية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الوبر
ده من الجمل والصوف ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، يعني تتخذون أثاثا ومتاعا، أي تتمتعون بها. والآية جاءت في سياق الامتنان، والله سبحانه وتعالى لا يمتن علينا إلا بالجائز. فأصبح الصوف ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالآية خصصت الصوف والوبر والريش والشعر، بس خلاص كده، وبقي ما عدا الحديد، ما عدا هذه الصور وهذه الأفراد على عمومه. فلو أخذنا من الخروف صوفا في حياته كان خارجا عن عمومه فهو ميت، لأنه خصص بالآية. ولو أخذنا الوبر من الجمل كان مخرجا عن العموم للآية، ولو أخذنا الريش كان مخرجا عن العموم للانتفاع به. فقد رأينا القرآن يخصص عموم السنة. طيب، مثال ثالث، تخصيص خبر مسلم وغيره. البكر بالبكر، جلد مئة جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب الرجم. فاهمين؟ طب يلا نحاول نفهم مع بعض كده واحدة واحدة. قال: البكر يعني كل بكر حرة كانت أو أمة. يبقى البكر بالبكر العموم في البكر، سواء كانت حرة أو أمة. جلد مئة هذا حكمها، يبقى إذا زنت البكر الحرة جلدت مئة، وإذا زنت الأمة جلدت مئة. النص هكذا. طيب، والثيب تزوجت سواء كانت حرة أو آمة. الرجم، يعني فهمنا من هذا أن الحرة إذا زنت وأقيم عليها الحد ترجم حتى الموت، والآمة إذا فعلت هذا رجمت حتى الموت. كان عندنا مشكلة، الآية بتقول فإن أحصنا، فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني إيه؟ يعني أن الآية تفيد أن الأمة على النصف من الحرة. الأمة على يا مشايخ على النصف من الحر. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات، يقصد بالمحصنات الثانية الحرائر من العذاب. يعني أن الأمة عليها نصف ما على الحرة من العقوبة. طيب هنعمل إيه بقى؟ بس الحديث بيفيد إنها تجلد 100 إذا كانت بكر، وأنها ترجم حتى الموت إذا كانت ثيبا. ده الأمة. نقول له الآية قالت إن الحرة أو إن الأمة على النصف من الحرة في العذاب أي العقوبة، فينصف لها الحد، وتكون الآية مخصصة للأمة من العموم، فيبقى البكر خرج منها إيه بالآية؟ الأمة. وبقيت الحرة على حالها، وحينئذ فعندما نقرأ النص بعد التخصيص نقول البكر بالبكر أي الحرة، البكر مع البكر، يعني الرجل مع الرجل البكر مع المرأة البكر، والثيب بالثيب، الثيب مع الثيب، من الرجل والمرأة. ده كمان في تخصيص بالقياس. ها ماشي، لسه هو في برضك الآية دي دليل عليها، لأنه هنا بيقول لك فإن أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا تخصيص للأمة، يقاس عليها العبد، فأيضا ينصف له الحد، يبقى هذا أيضا مثال للتخصيص بالقياس. يا سلام، هو ده الكلام ده، أما الأصول دي مادة يعني لتنمية العقل البشري، دراستها تنمي العقل البشري، تزيد في صناعته وفي حراكه وفي شغله. طيب فإذا أحصن فعليهن، يبقى عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الجلد سيصير كام؟ 150. طيب والثيب بالثيب الرجم، الرجم اللي هو حتى الموت هيتنصف، هيبقى ايه؟ نص موتة ما بيتنصفش، يبقى أيضا الثيب التي تزني وهي أمة هتجلد 50، ولا رجمة في حق الإماء، لأن الموت ما بيتنصفش. هقول الثيب التي هي أمة ثيب ذهبت وزنت، يعني أعطيها نص موت ما بيتنصفش الموت، لكن الحد يتنصف 50 و50، أما الموت فلا تنصيف فيه. هنا أيضا قال العلماء بأن الآية وردت في الأمة يقاس عليها العبد بجامع الرقية في كل منهما، فنأخذ هذا القياس ونخصص به أيضا عموم الرجل، البكر بالبكر، يبقى البكر بالبكر، يبقى كذلك العبد إذا زنى ينصف عليه الحد. طيب جميل. وقيل، خلصنا كده المسألة، هي ده مسألة طويلة وجميلة، وباب العموم والخصوص من الأبواب السهلة جدا، ده أصعب باب، باب القياس، ومش باب القياس من هنا، باب القياس من أي كتاب. وقيل لا يجوز تخصيصها، الضمير يعود إلى السنة، بالكتاب
الكتاب هنا المراد به القرآن الكريم، لأنه كثر في عرف الشرعيين على القرآن الكريم. لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب. لماذا؟ قالوا لأن السنة مبينة، وظيفة السنة في كتاب الله أنها تبين القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة وظيفته أن يبين القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله سبحانه وتعالى قد حدد مهمة السنة في أن تكون بيانا للقرآن. فلو قلنا الكتاب يخصص السنة، لقلنا بأن الكتاب يبين السنة، لأن التخصيص بيان. وإذا كان الأمر كذلك لكان معارضا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. السنة بيان، وظيفتها أن توضح وأن تشرح وأن تكشف معاني الكتاب، هذه وظيفتها. أما أن يكون العكس فهذا ضد ما ورد. هكذا قال. قلنا: لا مانع. هو كون أن ربنا قال السنة تبين القرآن ليس معناه أنه يمتنع على القرآن أن يبين السنة، إنما فيه بيان لوجه واحد من وجوه السنة، وهي أن بعض السنة يأتي بيانا للكتاب. وليست السنة هكذا من أولها لآخرة تأتي لبيان الكتاب، ولأن السنة من عند الله ولأنها وحي، والوحي يجوز أن يبين بعضه ببعض. طيب، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. خلاص، نزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء. شيء ديت منها السنة، لكل شيء، وهي شيء السنة يطلق عليها أنها شيء. طيب، ثم قال بعد ذلك: ويجوز تخصيص السنة بالسنة، فيش مانع تخصيص عام السنة بعام السنة، عام بعام، متواترة كانت، يعني سواء كانت السنة متواترة أو كانت السنة آحادية لا مانع. نضرب لذلك مثالا، قال: كتخصيص خبر الصحيحين البخاري ومسلم فيما سقت السماء العشر بخبرهما، أي البخاري ومسلم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. مش واضح، نشرح؟ يلا نشرح. نحب كده نقعد نمسك كده ايه بالمهلة، يعني اصل احنا مش جايين درس وعظ، واخد بالك، احنا جايين درس علم، درس بناء، درس تأسيس، مش كلمتين كده في الهجايس ونضحك ونطلع نجري. لا، ما تعلمناش كده ولا علمنا كده، عمرنا ما عملنا كده في حياتنا، وإن وقع ذلك فلا يقع مقصودا. قال:
فيما سقط السماء العشر. أين العموم هنا؟ ما في ما، يعني في كل مسقي السماء العشر. طيب، القليل الذي سقته السماء إذا كان أقل من خمسة أوسق فيه العشر، الكثير الخمسة أوسق وما فوقها فيه العشر. وعلى هذا فيفهم من هذا الحديث أن القليل والكثير في مسقي السماء تجب فيه العشر، أو يجب فيه العشر. كان عندي مشكلة بقى مع حديث تاني اهو، ليس فيما دون خمسة أوسق، ده نطق اهو، يعني ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، يفهم منه أن ما في خمسة أوسق وما فوق فيه صدق، وما دون خمسة أوسق لا صدقة فيه. نأخذ هذه الجزئية الخاصة ونخصص بها فيما سقط السماء العشر، فنقول بأن المراد من فيما سقط الخمسة أوسق فما فوق، وما دون خمسة أوسق فإنه قد خرج من اللفظ العام بسبب اللفظ الخاص. فهمنا؟ لا. طيب نقول تاني، يبقى أنا عندي الحديث بيقول فيما سقط السماء العشر، يفهم منه ايه؟ ان كل ما سقطه السماء فيه عشر زكاة، سواء كان اقل من خمسة اوسق او اكثر من خمسة اوسق. جميل. طب والحديث الثاني بيقول ايه؟ بيقول لا، ما كان أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه. يبقى نعمل إيه؟ نقوم واخذين الحديث الخاص اللي هو أن ما أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه، ونخصص به الحديث العام، ويكون المراد من الحديث العام بعد التخصيص فيما سقط السماء حيث كان خمسة أوسق فما فوق العشر. التخصيص يصير هذه الدلالة على هذا النحو. وقيل لا يجوز تخصيص السنة بالسنة، وقيل لا يجوز تخصيص السنة بالسنة. الفكرة في منع تخصيص السنة بالسنة أن كل منهما بيان، أنه يبين غيره، السنة تبين الكتاب. طيب، وعلى هذا لا يجوز أن يكون المبين مبين للمبين، السنة مبينة والسنة الأخرى مبينة، هي مبينة لغيرها ولا تحتاج من يبينها، وهذا أيضا ممنوع. لماذا؟ لأننا قلنا بأن السنة أيضا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنها بيان، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، تبيانا لكل شيء. والسنة أيضا في منها ما هو مشكل وفي منها ما هو مجمل، والسنة تأتي الأخرى لتبينها، وليس هناك ما يمنع هذا. وقيل لا يجوز تخصيص المتواترة بخبر الآحاد، الفكرة في هذا أن المتواتر قطعي وأن الآحاد ظني، وأن الظنية لا يقوى على تخصيص القطعي، وهذا أيضا مردود. لماذا؟ لأن القطعي إنما هو في الثبوت، وأما دلالة المتواتر فإنها دلالة ظنية،
والآحاد دلالته ظنية، والتخصيص إنما هو في المدلول لا في الثبوت. فهمنا ثبوت يعني الطريق، أنه قد نقله جمع كثير عن جمع كثير، هذا هو القطعي. وأما الدليل وأما الدلالة، لا، الدلالة قد تكون ظنية. فالظن مع الظن يعني إيه؟ يعملان. أما القطعية فالقطعية إنما هي في الثبوت ولا تعارض في الثبوت. قال: ويجوز تخصيص النطق بالقياس. هذه المسألة التي تعرضنا لها منذ قليل، وذكرنا لها مثالا، وقلنا بأن القياس يجوز أن يكون من ضمن المخصصات، لكن القياس يخصص، فمن أين نعرف أن القياس خاص؟ العام والخاص لهم أدوات وألفاظ، فالخصوص له أدوات والخاص له أدوات والعام له أدوات، ولكن من الذي يجعل هذا القياس خاص وهذا القياس عام؟ قالوا: باعتبار النص الذي استند إليه القياس. فإن كان النص الذي استند إليه القياس خاص، قلت بأن هذا القياس خاص ويجوز له أن يخصص العام من الكتاب والسنة. فالتخصيص والخصوصية بالنظر إلى أصل القياس، وهو المقيس عليه. باعتبار يا مشايخ المقيس عليه، ولذلك انتبه إلى هذه العبارة، وهي عبارة الإمام المحلي: المستندي القياسي، المستندي إلى نص خاص. الله، عبارة قمة في الروعة، تدل على فهم دقيق وعمق شديد في فهم العلم. أراد أن يضع لك ضابطا للقياس الذي يخصص العام. يبقى القياس خاص، منين عرفنا خصوصية القياس؟ من المقيس عليه. إن كان المقيس عليه اللي هو استند إليه القياس خاص، يبقى القياس خاص. انتبهنا؟ جميل. ولو كان ذلك الذي استند إليه القياس خبر آحاد، حتى ولو كان خبر أحد، لأنه حينئذ هيكون ظني، قال له ما فيش مانع أن يخصص القياس الظني القول من الكتاب والسنة. طيب، ونعني بالنطق في قول إمام الحرمين، ونعني يقصد فقهاء الشريعة يعنون بالنطق قول الله تعالى، تعالى عن كل نقص سبحانه وتعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأدلة. لماذا كان القياس حينئذ مخصصا للعموم من الكتاب وللعموم من السنة؟ قال: لأن القياس دليل شرعي، واستند هذا القياس إلى أصل، ذلك الأصل إما أن يكون الكتاب، وإما أن يكون السنة، وإما أن يكون الإجماع. وهذه الثلاثة التي استند إليها القياس يصح أن تخصص بدون واسطة. يعني الكتاب يخصص الكتاب، تكلمنا عنه، والسنة تخصص السنة، تكلمنا عنه، والإجماع يخصص الكتاب والسنة، تكلمنا عنه، بس خلص، ما تكلمناش عن التخصيص بالإجماع، بس موجود. يبقى أصل القياس اللي هو الكتاب، اللي هو المقيس عليه،
أو السنة المقيس عليه أو الإجماع المقيس عليه، هذه الثلاثة الأصول لها أن تخصص العام. فكذلك القياس الذي استند إليها لأنه دليل شرعي، ولأن التخصيص بالقياس في معنى آخر أننا عملنا بالقياس من وجه، وعملنا بالعام فيما عدا الصورة التي خصصت من وجه، والعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. خصصنا بالقياس يبقى عملنا بالقياس، وعملنا العام فيما عدا صورة التخصيص، والكل اشتغل. الكل ايه؟ اشتغل. العام كان دليلا في غير صورة التخصيص، والقياس الذي استند إلى نص أو من كتاب أو سنة أو إجماع أيضا عملنا به، بس خلاص عملنا بالأدلة كلها. وهذا الذي عناه العلماء من أن الجمع بين الدليلين والعمل بهما ولو من وجه واجب على المجتهد. يبقى عندنا إيه؟ العمل بالدليلين ولو من وجه يجب على المجتهد. طب إيه رأيكم، ما رأيكم لو طرحنا القياس ولم نجعله مخصصا وجعلنا اللفظ العام عام هكذا، يبقى عملنا بالعام وتركنا القياس، يبقى عملنا بدليل وتركنا دليل آخر، تركنا العام لم نعمل به وعملنا بالخاص، يبقى عملنا بدليل وتركنا دليل آخر، عملنا بالدليلين معا، ما رأيكم؟ هذا ما يؤيده العقل البشري، توفيق في شيء من التوافيق، فاهمين؟ طيب، قال رضي الله عنه وأرضاه: ففي التخصيص به، أي ففي التخصيص بالقياس، لا لسه، لأن القياس دليل شرعي بسبب استناد القياس إلى دليل شرعي لاستناده، أي القياس إلى نص، والمراد هنا من النص يعني ما يعم الظاهر والمقابل، المقابل للنص، يعني مش يقصد بالنص هنا يعني النص اللي هو مطلق الدليل من الكتاب، سواء كان ظاهرا سواء كان نصا وهكذا. يبقى المراد ايه؟ مش النص اللي احنا قلنا عليه ما لا يحتمل غير المراد، لا، ده النص هنا المراد به مطلق الدليل من الكتاب، سواء كان نصا بالمعنى الأصولي أو كان ظاهرا بالمعنى الأصولي، هكذا قال. من كتاب أو سنة، يعني سواء كان النص من الكتاب يعني مطلق الدليل من الكتاب ومن السنة، أو إجماع، أو إجماع الأمة، لأن القياس يستند إلى كل واحد من هذه. ففي التخصيص به، أي في التخصيص بالقياس، إعمال الدليلين، يعني أننا نستفيد من الدليلين معا، هذا في مجال وهذا في مجال، والحمد لله. وهو، أي إعمال الدليلين، أولى هنا ليست على بابها التي يستفاد منها التفضيل، وإنما بمعنى حق، فالعمل بالدليل أحد الدليلين، بل العمل بالدليلين حق. ولا يجوز إلغاء أحدهما، وهو أولى من إلغاء أحدهما، يعني العمل بالدليلين ولو من وجه متعين على المجتهد، وهذا أفضل من أن يترك العمل ويعمل بدليل واحد فقط. قال: أو أولى من إلغائهما، من إلغاء أحدهما. مثال ذلك، انتبه إلى المثال لأنه هو الذي يعينك على الفهم. مثال ذلك تخصيص قوله تعالى: والزانية
والزاني الزانية الألف واللام للعموم يعني كل زانية والزاني الألف واللام للعموم يعني كل زاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يعني الألف واللام للعموم هيدخل معايا العبد وتدخل معايا الآمة يبقى الآمة والعبد بنص الآية يجب حدهما حدا تاما 100 جلدة طيب يا سيدي احنا عندنا الآية هناك قالت ايه ولذلك ولم يأتي بها لأنها قريبة العهد فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب شرحناها منذ دقائق فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن أي على الإماء نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب أي من الحد لكن الآية كما ترون وردت في الأمة سليم طيب فالآية خصصت الآية بالأمة سليم كده سليم طب والقياس عملي الآية أخرجت المرأة الأمة والقياس أخرج العبد قياس على إيه؟ نحن قسنا العبد في تنصيف الحد على الأمة في تنصيف الحد بجامع أن كل منهما رقيق وليس هناك فرق في الحد ولا في الحكم هنا بين الذكر والأنثى فمن يدعي أن الذكورة والأنوثة مانعة من الإلحاق وأنها مؤثرة فهذا كلام باطل لأن الفرق غير مؤثر هنا في الحكم ليه؟ لأن ده ارتكب جريمة وده ارتكب جريمة وأنه لا فرق في الجريمة بين هذا وبين ذاك يبقى قسنا العبد على الأمة في تنصيف الحد ثم أخذنا هذا الحكم وتنصيف الحد وخصصنا به عموم الزاني والزانية عموم مين؟ مش عموم الزانية عموم الزاني لأن عموم الزانية خصص بالآية صح؟ وأما الزاني فخصص بالقياس يبقى الزاني تحت إيه؟ تحت حر وعبد لكن بعد التخصيص أزلنا العبد وبقي الحر من مدلول العام قال بقياس العبد يعني خصص بقياس العبد على الأمة في نصف ذلك يعني في نصف الحد بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لأنه العلة رقيق هو رقيق وهي رقيق فعل ما يوجب حدا وهي فعلت ما يوجب حدا فكان العبد على النصف من الحر قياسا على الأمة بجامع ما بينهما من نقص الرق المقتضي يعني المتسبب نقص الرق ده بيتسبب
في تنصيف الحد، لأن احنا لما وجدنا أنها نصف عليها الحد، هي نصف عليها الحد لماذا؟ لأنها رقيق، والرق ده يعني بيقتضي التنصيف. طيب هذا هو المثال وهو واضح جدا. وقيل يمتنع التخصيص بالظني منه مطلقا. احنا عندنا القياس اما ان يكون قطعيا قياس قطعي، واما ان يكون قياسا ظنيا. القياس القطعي كما اورد الامام الزركشي عن البرهان، عن الابياري في البرهان، انه قال بان القياس القطعي لا خلاف انه يخصص عموم الكتاب والسنه. لماذا؟ لانه لقطعيته كانه في حكم الملفوظ فلا خلاف فيه. احنا عندنا اما ان يكون القياس قطعيا واما ان يكون القياس ظنيا. فالقياس القطعي الذي نقطع بوجود العلة، نقطع بحكم الأصل ووجود العلة في الأصل ووجود مثل هذه العلة التي في الأصل في الفرع، فحينئذ يكون القياس قطعيا، مع أنه لا فارق بين الأصل والفرع. نقولها تاني، ولذلك هات كده في حاشية عندك جيدة، ونقلها يعني من التحبير، وهي أيضا في التشنيف في الصفحة الماضية عند قوله بالقياس، انزل تحت كده هتلاقي عندك حاشية. ها بتقولي بقى الحاشية؟ بيقول القياس القطعي يجوز تخصيص المنطوق به، أي المنطوق من الكتاب والسنة، بالاتفاق بين العلماء كما قاله الإبياري في شرح البرهان، مطبوع الإبياري في شرح البرهان في 4 مجلدات كبار. فقال الإبياري القياس القطعي يجوز التخصيص به بلا خلاف، وذلك، انتبه وضع خط على هذه الكلمة، وذلك إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه الفرع مقطوعا به، كان حكم الأصل مقطوع به قطعي اللي استند إليه، وعلته منصوصة، وعلة حكم الأصل ورد بها النص، أو ورد بها الإجماع، والعلة موجودة في الفرع قطعا، رابع حاجة ولا فارق بين الأصل والفرع قطعا. يا سلام، يبقى كده القياس إيه؟ ده كده كأن الأصل والفرع امتزجا كشيء واحد، حكم الأصل قاطعي، العلة موجودة في الفرع في الأصل. ما أنت عندك الأصل في 2 أهو، أولا أن يكون حكمه قطعيا، رقم 2 أن تكون العلة الموجودة في الأصل منصوصة أو مجمع عليها. مجمع عليه عندنا مثلا الخمر، خمر إيه؟ خمر حرام. خمر حرام بإيه؟ بالدليل القطعي. طب علتها؟ ده علة الإسكار منصوص عليها، كل مسكر خمر. طب النبيذ، النبيذ مثلا يعني النبيذ موجود في الإسكار قطعا ولا فرق، مثلا يعني بنقول كده يعني، ولا فرق بين النبيذ وبين الخمر. طب هي بنا بقى في القياس القطعي العبد والأمة. الأمة ثبت فيها الحكم بالنص قاطعه، وعلمنا العلة من تنصيف الحد عليها
وهي الرقية المقتضية للتنصيف. ووجد نفس المعنى وهو الرقية في العبد. جميل. ولا فرق بين العبد والأمة في الحد، لأن ده جريمة ودي جريمة، ما بتختلفش لا بالذكورة ولا بالأنوثة. يبقى قياس قطعي، يبقى يجوز حينئذ، مش يجوز ده باتفاق. قياس إما أن يكون قطعي وإما أن يكون ظني. كما قلت لكم، إن اختل شرط من شروط القطعية صار القياس ظنيا. القياس القطعي كما يعني في الإبياري قطعا بالاتفاق بين العلماء يجوز تخصيص القياس القطعي للكتاب والسنة. طب إن كان القياس ظنيا، يعني العلة غير مقطوع بوجودها في الأصل، مظنونة، أو حكم الأصل ليس قطعيا بل ظنيا، أو العلة في الأصل مستنبطة يعني مش منصوص وليست مجمع عليه، أو العلة في الفرع ليس مقطوع بوجوده في احتمال في ظن أنها موجودة، يبقى حينئذ القياس صار ظنيا. مع وجود القياس الظني، في على الرأي الثاني لا يجوز للقياس الظني أن يخصص عموم الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الكتاب في هذه الحالة ده دلالته على الحكم أقوى من دلالة القياس الظني على الحكم. فلو خصصنا بالقياس الظني لا أدى ذلك إلى ترك العمل بالأقوى والعمل بالضعيف. لماذا؟ لأنه القياس ظني، ودلالة العام من الكتاب أو السنة على أفرادهما دلالة قوية لا يأتي الظن ويزيلها. ولذلك قالوا في الكتب حذرا من تقديم الضعيف على القوي. طيب، واضح. قال: تخصيص القياس يؤدي إلى تقديم القياس على النص، لأننا لو خصصت بالقياس في حال ظنية القياس سأقدم القياس على النص. إذا هو نحن بنقول يا مولانا إذا تعرض القياس والنص يقدم النص، ده لا قياس مع النص، مش بنقول كده؟ طيب، وتقديم القياس على النص باطل، فتخصيص القياس للنص المؤدي إلى التقديم باطل، ويرد ذلك بنفس المبدأ اللي احنا شغالين عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو ان تخصيص القياس وحتى وإن كان ظنيا للعام من الكتاب والسنة فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغائهما، إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغائهما. فهمنا؟ لا، أنا لا أقول، لا لا لا، أسلم لك بأن التخصيص فيه تقديم للقياس على النص. لا، لم أقدم القياس على النص، ده بالعكس، ده التخصيص أدى إلى العمل بالنص والعمل بالقياس، والعمل بالنص والقياس
أولى من إلغاء القياس والعمل فقط بالنص، لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. واحدة واحدة إيه؟ أنا ماشي كده يعني إيه؟ واخدة واخدة. وقيل إن كان خفيا، يعني إن كان القياس قياسا خفيا يمتنع أن يخصص القياس الخفي النص من الكتاب والسنة. لماذا؟ قالوا لأن القياس الخفي قياس ضعيف، والضعيف لا يعمل في القوي. طيب ايه هو بقى القياس الخفي؟ اقرأ تحت يقول لك في تفسير القياس الخفي والجلي: الخفي قياس العلة. لا ده الجلي، الجلي قياس العلة، والخفي قياس الشبه. سيأتي في آخر الكتاب الكلام على القياس الجلي والقياس الخفي اللي هو قياس العلة. يعني يعني أن تكون العلة موجبة للحكم بحيث لا يتخلف الحكم عنها عادة. يعني العقل يقول لو وجدت العلة بدون الحكم يكون ذلك ممتنع في العقول. قياس العلة ده قياس جلي، يعني القياس الذي وجدت فيه العلة وكانت مقتضية للحكم اقتضاء لا يتخلف الحكم معه عادة، هذه يسمى بالقياس الجلي. القياس الجلي يجوز أن يخصص الحكم، وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه وهو ضعيف، ولذلك لما كان قياسا ضعيفا لم يجوز أن يترك النص من أجل ذلك القياس الضعيف. وقيل إن كان خفيا، يعني يمتنع التخصيص إن كان القياس قياسا خفيا لضعفه بخلاف الجلي، لأن القياس الجلي قياس قوي. وده رأي ابن سريج والاصطخري وابن مروان من الشافعية والطوفي من الحنابلة. وقيل الجلي كذا وكذا كتعظيم الأبوين. مثاله بقى انزل للكتاب الحاشية عندنا: فلا تقل لهما أف. وقيل الجلي ما تتبادر علته عند السماع منه، يبقى فلا تقل لهما أف، هذا نص. وهذا النص يعني نص مخصوص، لأن الوالد قد يحبس بدين ولده، ويأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. على كل حال نطلع فوق. وقيل إن لم يخص مطلقا، يعني سواء كان بمتصل أو بمنفصل، يعني يمتنع التخصيص إن لم يخص مطلقا، يعني إن لم يخص مطلقا اللي هو العام، سواء كان بمتصل أو بمنفصل، يعني إن لم يرد عليه تخصيص قط، لا تخصيص بمتصل ولا تخصيص بمنفصل، فإنه حينئذ لا يجوز، يعني لا يجوز تخصيص القياس للعام الذي لم يرد عليه تخصيص قط، إن لم يخص مطلقا، يعني يمتنع التخصيص بالقياس إن لم يخص العام مطلقا، سواء كان بمتصل أو بمنفصل، لأنه إن لم يخص مطلقا يكون دلالة العام على كل الأفراد دلالة حقيقية. انتبه،
إن لم يخص مطلقا يكون دلالة العام على كل الأفراد بطريق الحقيقة. وإذا كان دلالة العام على كل الأفراد بطريق الحقيقة تكون دلالة يعني قوية، فلا يجوز للقياس المستند إلى نص أن يخرج من الحقيقة شيئا، لأنه لو أخرج من الحقيقة شيئا لأدى ذلك إلى تحويل الحقيقة إلى المجاز، وتحويل الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليل قوي لا إلى دليل ضعيف، لأن القياس عند هذا القائل دليل ضعيف، ودلالة العام على كل الأفراد دلالة حقيقية، والدلالة الحقيقية دلالة قوية، ولا يجوز أن يعمل في الحقيقة إلا بدليل قوي. يعني ما أقدرش إن أنا أخصص من تناول الأفراد الحقيقي إلا بدليل قوي، والقياس ليس دليلا قويا، ده دليل ضعيف، ده هو بيقول كده صاحب هذا الرأي، سواء كان بمتصل أو بمنفصل، لأنه إن لم يخص كان فهو حقيقة في كل الأفراد، والحقيقة أقوى من المجاز، فلو خصص بالقياس يعني فلو خصص ذلك العام بالقياس لكان مستعملا في بعض الأفراد. لو خصصناه بالقياس هيؤدي إلى أنه هو هيجعل النص من الكتاب أو النص من السنة هيجعله مجاز. طب تحويل الحقيقة إلى المجاز لا يحتاج إلى دليل ضعيف، وإنما يحتاج إلى دليل قوي. والحقيقة أقوى من المجاز، فلو خصص بالقياس لكان مستعملا في بعض أفراده مجازا، وبذلك يكون رجحنا المجاز على الحقيقة. يبقى لو احنا جعلنا القياس يخصص هيؤدي إلى أننا نقول بأن هذا مجاز والمجاز مرجح على الحقيقة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن أرجح المجاز على الحقيقة، بل يجوز بل لابد وأن أرجح الحقيقة على المجاز. طيب بدليل ظني اللي هو القياس، يعني لا يصح أننا نحول الحقيقة إلى الحقيقة، لا تحول إلى المجاز بدليل ظني، بل تحول إلى المجاز بدليل قوي. وفي ذلك ترجيح الظن على القطع، وترجيح الظن على القطع باطل، لأن القائل يقول بأن دلالة العام على أفراده قطعية بطريق الحقيقة. طب والقياس؟ القياس ضعيف ظني، والظن على أفراده لا يزيل القطع على أفراده، بس كده الفكرة كلها واحدة، القوة والضعف بين الأدلة. أما إذا خصص بدليل فإنه يكون مجاز، يعني هنا بيقول ما لم يخص، أما إذا خصص سواء بدليل منفصل أو بدليل متصل فإنه حينئذ يكون مجازا، ولا مانع حينئذ من تخصيص القياس للعام المجازي الذي أخرج منه. أما لو لم يخرج منه لا، أتكون حقيقة دلالة العام على كل الأفراد بطريق الحقيقة. طيب خصصنا منه بدليل منفصل أو متصل ستكون دلالة العام على الأفراد دلالة ظنية مجازية، وحينئذ فيجوز للقياس أن يدخل ويخصص العام بعد تخصيص سواء بمتصل أو بمنفصل. فهمنا؟ أنا دماغي متكلفة، مفروض ألعب في كأس العالم. انتبه بقى لأن اللي جاي ده بصراحة يعني الرأي الجاي ده صعب. وقيل
إن لم يكن أصله مخرجا من ذلك العموم بنص. صعبة صح؟ عشان كده أنت بتضحك، هي صعبة صعبة بس معايا أنا، مش هتبقى صعبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وقيل إن لم، كل ده راجع ليها مشايخ، يمتنع التخصيص إن كان خفيا، يمتنع التخصيص إن لم يخص مطلقا، يمتنع التخصيص إن لم يكن أصله، يمتنع التخصيص إن لم يخص. يمتنع هذه مسلطة على 1، 2، 3، 4، 5 على 4 جمل. يمتنع التخصيص مصرح بها هنا إن كان خفيا، يمتنع التخصيص إن لم يخص، يمتنع التخصيص إن لم يكن، يمتنع التخصيص إن لم يخص. اكتب قدام إن كان خفيا، اكتب قدامها يمتنع التخصيص إن كان خفيا، أو تكتب بعبارة أوضح يمتنع تخصيص العام بالقياس إن كان القياس خفيا، عشان بس وانت بتقرأ كده تبقى العبارة وضحت قدامك. وقيل إن لم يمتنع التخصيص بالقياس إن لم يخص مطلقا، دي رقم 3 في الامتناع. وقيل يمتنع التخصيص إن لم يكن أصله مخرجا من ذلك القياس بنص. الرأي ده بيقول إيه؟ بيقول إن إذا كان دليل القياس، حكم دليل القياس قد خرج من النص العام بدليل، يجوز حينئذ للقياس أن يخصص ذلك النص العام. فاهمين؟ طيب، وإن لم يخرج ذلك الذي هو دليل القياس، إذا لم يخرج من النص العام بدليل، لا يجوز للقياس أن يخصص ذلك النص العام. طيب احنا نرجع تاني بقى. وقيل إن لم يخص أصله، أصل ذلك القياس، إن لم يكن أصل ذلك القياس قد أخرج من العموم بنص. طيب إن أخرج من العموم بنص، أصل هذا القياس جاء نص وأخرجه من ذلك العموم، الفرض ده ليس من متناول ذلك العموم الذي نريد تخصيصه، يبقى حينئذ يجوز للقياس أن يخصصه. طيب إن لم يخص، لم يخرج ذلك المستند إليه وذلك المقيس عليه، لم يخرج من العموم الذي يراد تخصيصه، قالوا حينئذ لا يجوز للقياس أن يخصص ذلك النص، لأن احنا ما نؤمنش إن يجي القياس ويستثني هذه الصورة. طيب نقولها تاني، نقوله اللي عايز يكتب وراي شرح للعبارة. وقيل يمتنع، يعني إن لم يكن أصله مخرجا من العموم بنص، أي خرج المقيس عليه من ذلك العموم بنص، فيجوز للمقيس أن يخصص العموم حينئذ. وإن لم يخرج المقيس عليه من العموم بأن كان باقيا، فلا يجوز
تخصيص العموم بالقياس يلا. وقيل إن لم يعني يا مشايخ ها يعني يمتنع التخصيص بالقياس إن لم يخص العام بمنفصل، يعني إن خص العام بمتصل جاز للقياس أن يخصصه، وإن خص العام لا، ده بيقول إلا بيخص بمنفصل، يعني هو إما أن يخص بمنفصل وإما أن يخص بمتصل. فإن خص بمتصل لم يخصص بأن لم يخصص أصلا، يعني لم يجوز تخصيصه، يبقى إن لم يخص بمنفصل يعني يمتنع القياس إن لم يخصص العام بمنفصل، يبقى أنا عندي منفصل وعندي متصل فيمتنع التخصيص حيث لم يخص بمنفصل. طب إذا خص بمتصل يبقى لا يمتنع التخصيص بالقياس. نقولها تاني نقول إما أن يخص بمنفصل وإما أن يخص العام بمتصل. بمتصل كالاستثناء والغاية والصفة والشرط والبدل، فإن خص بهذه الخمس جاز للقياس أن يخصصه. طيب وإن خص بمنفصل، لا ده العكس، دي بقى لا ده العكس، ده العكس، يعني إن خصص بمنفصل فإنه حينئذ يجوز، وإن خص بمتصل فلا يجوز. العكس، احنا عكسنا المسألة. فإن خص بمتصل أو لم يخص أصلا، يعني احنا عندي ثلاث حالات، ألا يخص أصلا، وأن يخص بمتصل، وأن يخص بمنفصل. إن لم يخص بمنفصل يعني بأن خص بمتصل يمتنع، يبقى يمتنع حيث لم يخص بمنفصل. طيب يبقى عندي صورتين، لأن النفي هنا يصدق بإيه؟ يصدق بصورتين، في صورة عدم التخصيص يمتنع، يعني إن لم يخصص ذلك العام مطلقا يمتنع تخصيصه بالقياس. رقم اثنين، أن يخص بمتصل يبقى يمتنع، أن يخص بمنفصل لا يمتنع. فهمت ولا تلعبكت عندكم؟ لأنه إذا خص بمتصل يكون العام قطعيا في دلالته، لأنه لا يحتمل غير ما قيد به من الأفراد الموصوفة فيه بالشرط أو الغاية، وكذا إن لم يخص أصلا فإنه يكون موضوعا لكل الأفراد فلا يحتمل بعض مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل. ومتى كان العام قطعي الدلالة لم يجوز تخصيصه بالقياس، لأنه القياس يعني ظني، والظن لا يعارض القطعي بل القطعي مقدم عليه. أما إذا خصص بمنفصل فإنه يصبح ظني. يبقى إذا خص بمنفصل هذه هي الصورة اللي يجوز فيها التخصيص. يبقى عندي ثلاث صور، إذا خص بمتصل
إذا خص بمتصل يبقى يمتنع التخصيص بالقياس، إذا لم يخص مطلقا يمتنع التخصيص بالقياس، إذا خص بمنفصل يبقى جائز. ولذلك تقول إن لم يخص بمنفصل النفي صادق على صورتين يمتنع فيهما القياس. اكتب كده، النفي في قوله النفي صادق على صورتين ألا يخص مطلق فهذا يمتنع، أن يخص بمتصل فهو ممتنع. أما إذا خص بمنفصل فإنه يصبح ظني الدلالة، يبقى هي هذه الصورة اللي هي مرادة اللي هو إيه؟ أن يخص بمنفصل، هذه الصورة هي التي لا يمتنع فيها، لأن يمتنع إن لم يخص، ده نفي، النفي يبقى إثبات، يبقى في صورة التخصيص بالمنفصل هي التي يجوز فيها تخصيص القياس. طيب الفكرة ايه؟ كده انضبطت معاكم، فاضل لنا بس قول واحد ونخلص. الفكرة يا اخوانا ان التخصيص، عدم التخصيص مطلقا، عدم التخصيص مطلقا يكون دلالة العام فيه على افراده دلالة قوية، دلالة قطعية، ده ماشي مع نفس الفكرة. أو التخصيص بمتصل يبقى دلالة العام على ما بقي من الأفراد تكون قطعية، التخصيص بدليل منفصل يجعل العام دلالته دلالة ظنية. إذا كان العام دلالته قطعية في الصورتين ودلالة القياس ظنية، يبقى لا نستطيع أن نخصص العام بالقياس، لأنه حينئذ يكون من قبيل تقديم الضعيف على القوي. وأما في صورة تخصيصه بدليل منفصل فدلالة العام هتبقى ظنية، فيستطيع القياس أن يأتي ويعمل في الظن، يبقى ظني في مقابلة إيه؟ في مقابلة ظني. نقول تاني، لأنه إذا خص بمتصل يكون العام قطعيا، وكذلك إذا لم يخص، إذا كان لم يخص مطلقا يبقى دلالة العام قطعي. طب وإذا خص بمتصل يبقى دلالة العام قطعي، يبقى دي الصورتين اللي هو يصدق فيهما النفي. يعني ايه قطعي؟ يعني لا يحتمل للتخصيص احتمال ناشئ عن دليل، لأنه لا يحتمل غير هذه الأفراد احتمالا ناشئا عن دليل. وإذا كان لا يحتمل التخصيص أو لا يحتمل غير هذه الأفراد احتمالا ناشئا عن دليل، يبقى دلالته على هذه الأفراد دلالة قطعية ودلالة قوية. طب والقياس؟ لا، القياس ليس في قوة وليس في مكانة دلالة العام على الأفراد، القياس ظني، ودلالة العام على هذه الأفراد دلالة قطعية. ولو خصصنا بالقياس ذلك العام هيؤدي إلى أننا نقدم الضعيف على القوي، ولذلك قلنا احتمالا. طيب
ومتى كان العام قطعي الدلالة لم يجز تخصيصه بالقياس. لماذا؟ لأن القياس ظني، والظني لا يعارض القطعي، بل القطع مقدم عليه. أما إذا خص العام بمنفصل فإنه يصح. يصح إيه؟ يعني يصح التخصيص بالقياس، لأنه منفصل يبقى صار دلالة العام على الأفراد دلالة ظنية، والقياس هو ظن، والظن الذي في القياس يساوي الظن الذي في دلالة العام بعد التخصيص بالمنفصل، وحينئذ العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من تركهما معا. دي الفكرة اللي هي في هذه المسألة. طب نرد عليها ازاي؟ كيف نرد على هذه الفكرة؟ أننا لا نسلم دعوى القطعية، أننا لا نسلم أن دلالة العام الذي لم يخص على الأفراد دلالة قطعية، بل نقول لا، دلالة ظنية. وأننا كذلك لا نسلم أن دلالة العام بعد التخصيص بمتصل فلا نسلم أن دلالة العام على الأفراد دلالة قطعية، ولا دلالته بعد التخصيص دلالة قطعية. ونبدأ بقى نخوض معه في هذا الجدال، وهذه المسألة قد تكلمنا فيها قبل ذلك، أن دلالة العام على أصل المعنى قطعية، وعلى بقية الأفراد دلالة ظنية. ونخوض معه عراك ونقاش في هذه المسألة. ورأي الأخير حتى يعني ننتهي من الدرس، لأن احنا بسم الله ما شاء الله، وقيل بالوقف عن الجواز وعدمه. يعني ايه بقى الوقف؟ يعني أننا تكافأت أمامنا الأدلة، وإذا تكافأت أمامنا الأدلة فنحن نمسك عن القول، لا بالقول بجواز التخصيص بالقياس، ولا القول بعدم الجواز بتخصيص القياس. وسبب ذلك هو تعارض الأدلة. وطبعا ورد بأنه لا معنى للتوقف مع وجود المرجح. أنت متوقف ليه؟ ما هو المرجح موجود، وهو العمل بالدليلين وأولى من إلغائهما معا. العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إلغائهما. تخصيص القياس للعام عمل بالدليلين، فلماذا تتوقف؟ فقد ظهر المرجح. طيب، هذا نهاية الدرس اليوم بعد درس صعب.